ساي. هو موضوع فودافوني اوكي بدأ معايا ازاي؟ اسمع للاخر عشان ممكن تلاقي معلومة تفيدك. بدأت في شهر 11 اللي فات، ان انا كنت متحفز جدا ان انا اقدم فودافوني اوكي واسمع عنها كلام كويس وانها صعبة والى اخره. فانا كان حماس واخدني وحبيت ان انا اخد الريسك واقدم. بصراحة اول ما قدمت اتعاملت مع اتش ار هناك، هو كان انسان يعني قمة في الاحترام. للأسف قال لي احمد انت مش هتاخد اقل من 3 شهور عشان النطق عندك مش كويس، وكمان الطلاقة عندك لسه محتاجة شغل شوية. بصراحة اخدت الموضوع واحبطت جدا 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 جدا. بعديها وانا بقلب على التيك توك تعرفت بشخصية كويسة جدا بدأت اتابعها، كان بيتكلم عن نفس مشكلات واجهته، نفس المشكلات هي نفس مشكلاتي بالظبط، هو حسين. تمام. قاعد يتكلم ازاي 3 شهور قاعد يشتغل فيهم على نفسه وتحدى نفسه وقاعد يحسن من نفسه على قد ما يقدر لحد ما يكون اكسبتد. قلت طب ليه لا ما كنتش انا كمان كده، ليه انا ما عملش كده؟ طب معنى كده ان في شخص نجح، طب حاجه كويسه، ده يديني حافز انا. وبالفعل بدات ان انا اقدم واحسن واطور من نفسي. يا شاء ربنا ان هو يرزقني في سكتي وانا بقدم بمنير، من اجمل الناس اللي تعرفت عليها. هو بصراحه انا بعتبره اخ ليا الصراحه. يعني منير اما قعد يتكلم معايا حب ان هو يعرف نقط الضعف اللي عندي ومنشني ليه. قال لي احمد انت ما بتعرفش تخرج بره الموضوع، ما بتعرفش تبني محادثه، ودي كانت من اكتر العيوب اللي كانت بتوقفني في الانجليزي. كنت انا واخد الموضوع حفظ، وان انا اقعد اجيب الكلمات واحفظ كلمات واذاكر جرامر، وبقالي سنين، يمكن انا بقالي اكتر من 10 سنين على الوضع دوت. انا من وانا عندي 17 سنه بتعلم انجليزي بالطريقه دي، يعني باخد كورسات، بدات من وانا عندي 17 سنه، بس كنت بتعلم غلط، ما استفدتش. وصلت 27 سنه وما استفدتش حاجه، ما حققتش. التعليم الاساس من البدايه كان غلط. فبدا منير يقعد يتابع معايا صراحه، كتر خيره. فين ها بدات تتحرك معاه، بدات اتحرك معاه. كان احلى حاجه بيستخدمها معايا هي العصف الذهني. العصف الذهني ده يعني بيديك سؤال كده يقعدك ما تعرفش تجاوب خالص. فانا ما كنتش فاهم هو بيغلس عليا ليه. مع الوقت بدات استفاد ان انت بتفكر بسرعه وتجاوب، بس بتجاوب من حياتك الشخصيه. انت مش لازم تكون الاجابه اللي هتسالك ان انت لازم تكون حافظها، لا ده غلط. فحبيت ان انا منشن لاكتر الشخصيات اللي انا استفدت منها على السوشيال ميديا على تيك توك، وفي شخصيتين تانيين برضو استفدت منهم بصراحة وساعدوني جامد وفرقوا معايا. بس انا حبيت ان انا يعني امنشن الناس الجميلة اللي انا استفدت منها ان محتواها هادف. شكرا جدا ليكو، واستمروا في تقديم المحتوى، وياريت الفترة الجاية نتعلم منكو اكتر، من حسين ومن منير.